افتتاح مونديالتو العرائش بحضور فعاليات الحنوني ياسر يعقوبي رقم 11 محمد علي الهلالي رقم 16 ايمن فريق لاراس سيتي غادي نشوفوا كذلك لاراس سيتي عفوا كل من جلال الزولي ومدرب فريق مساعدة كل من اسامة غنبور ومصطفى شكور في حين يرافق فريق الساحلي ربيع مرابط عبد العزيز يقطف هذا هو فريق سيتي يلعب بالقميص الاحمر فريقين معا ان يبقى في دكة الاحتياط ثلاث سوري مدرب والجميع يجب ان يغادر الاطار التدريبية والاطار التقنية يعني لاراس سيتي بحضور رئيس النادي مشكلة يعني صورة تذكارية لأعضاء المشاركين في فريق لاراس سيتي وبالتالي على لاعبي الاحتياط مغادرة دكة عصام الغرناطي جلالة السولي إطار المدرب مشرف على الفئات بالإضافة إلى مدرب وكذلك كان غادي نديروا النشيد الوطني المغربي استعداد للنشيد الوطني المغربي
رئيس مدير موديليتو يعطي اشاره انطلاق الدوري ويشرف عليه عفان فريطه.
في اطار رياضي يعني في الاطر متبرسه اللي ساهمت في تنميه كره الرياضه. يمكن تقول لنا انت هذا التشريف اللي عطاوك يعني وكلفوك باش لا يهضر هضر يعني يعطينا شي كلمه انطباع ديالك الاحتسام ديالك. حنا فرحانين دابا الزياده اللي دايرين عندنا هادو ما كاينش تقديم المهم فهمتي جات طورت الزياده فهمتي كنشكر الناس اللي قدموا هاد الزياده ولينا دابا المونديال يدوا هاد الزياده اللي فهمتي هذا ما اول محاوله يعني من الجهه اليسرى قام بها الفريق راس سيتي ولكن تصدى لها الحارس. هي الاجواء التي يدور فيها المباراه اولا الحفل الافتتاح يعني تميز اجواء احتفاليه. هناك هجوم خطير من الجهه اليمنى توغل المهاجم ولكن الحارس صد الكره ولا المدافع يعني الاوسط يبعد الكره لوسط الميدان. هناك يعني يعني تحكم طفيف لنادي راس سيتي في بدايه المباراه يعني في مجريات المباراه يعني من الجهه اليسرى يتوغى اللاعب رقم المهاجم الايسر ولكن مدافع رقم اربعه يعني يقوم بابعاد الكره الى الزاويه اول زاويه من الجهه اليسرى يعني غادي ينفذها اللاعب رقم اذا مشات بعيده خرجت الكره ولكن الحكم ما اعلنش على 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 هذا يعني ما اعلن على ضربه ما ضربت يعني زاويه فعلت راس سيتي. اذا هناك ضغط خفيف بدايه جيده لنادي راس سيتي تحت اشراف المدرب جلال السولي يعطي تعليمات يعني النادي يعني يعطي تمركز يعني تمركز يعطي تعليمات لتمركز اللاعبين يعني هناك امر اللاعبين يعني مشاركه في الهجمه الخطيره اللي كانت صد الدفاع وبعض الكره والحكم يعني لا خطا يعني هناك يعني تدخل خشن من احد لاعبي راس سيتي. اذا هذه هي الاجواء التي مر فيها بدايه المباراه واعده مباراه العطاء من جانب فريقين ولكن يعني كتعرفوا المقابلات في بعض المرات كتكون هناك امور تقنيه وتكتيكيه يعني حسابات بين المدربين يعني الان ولكن الحكم على خطا يعني الحكم بدا يعني تحكيم جيد يعني من انطلاق المباراه. اذا هناك سير يعني سير جيد يعني ديال المباراه. نشوفكم نحطكم بالاجواء اللي تدور فيها المباراه حضور جمهور يعني لا باس به باول انطلاق الدوري مباراه الافتتاح. هجوم من الجهه اليسرى المهاجم الايسر لكن اللاعب المدافع خرج الكره الشرط الشرط غادي ينفذوا المدافع الايسر رقم ثلاثه اللي عطاها رقم 11 تواخر خطير ولكن كانت اول محاوله خطيره لفائده راس سيتي ولكن اللاعبين ما كانش هناك تعامل جيد مع وتركيز يعني مع التمريره الخطيره في مربع عمليات راس سيتي او عفوا نجم الساحل. كان نحيو الاخوه كاملين اللي كيتبع معنا العالم الغريب الله الموفق على السيناريو ثم الاخوين يعني هم يعني تكون يعني تكون اخرين يعني ساهموا تما في تنميه الرياضه اخرين يعني هذا هو يعني اقتراح ديال العالم الغريب. كذلك لا ننسى اخوه في الديار الاوروبيه تحيه الاخ رشيد الوات يعني هناك يعني كإخوان كيحيي يوجهوا تحية لرشيد الألوات وعبد المجيد والرياحي وقراين يعني وكل أطر يعني المساهمين أعضاء موندياليتو المساهمة ديالهم في هذا الدوري هذا.
إذا حنا بصراحة كنقرب لكم من الأجواء اللي كدور فيها المباراة من ناحية ديال حنا قلنا لكم من ناحية الوصف ديال المباراة ونقرب لكم من الأجواء اللي كدور فيها من ناحية الصورة يعني كنحاولوا ما أمكن يعني هذا هو الإمكانيات المتوفرة يعني كنحاولوا ما أمكن نقول لكم غير الصورة حنا دابا متواجدين يعني في مربع يعني نصف مستطيل يعني ديال فريق الساحلي يعني لان هناك ضغط خفيف لفريق لالا سيتي منذ بدايه انطلاق المباراه هناك تمريره في مربع عمليات وخطيره الحكم ارتكب خطا والكره يعني كانت خطيره ولكن الحارس واحد المدافعين انقذ الموقف اخر لحظه ولكن اعتقد المباراه ربما يعني الكره تجاوزت يعني الخط يعني ما عرفتش ما كاينش هناك يعني بالضبط يعني بالضبط ولكن اللاعب على ما يبدو انه يعني انقذ الموقف قبل ما تجاوز الكره الخط تقدير كيبقى الحكام يعني ديال المباراه ربما يمكنكم ترجعوا لشريط المباراه لان حنا نقلنا اللقطه وربما يمكنكم تشوفوا تاخذوا فكره على ولكن صحيح يعني هذه العمليه حتى الفار ما كي يعني كينتظروا الناس باش يشوفوا بعض المرات يعني من ناحيه الشرعيه ديال الهدف اول محاوله ديال لاحظنا اول محاوله قام بها نجم الساحل مازال الكره ما خرجتش اذا هناك خطا لفائده نجم الساحل وتشجيعات الجمهور اللاعب اللي فعلا المدافع توغال هذا المهاجم توغال في مجموعه ديال اللاعبين فعلا كان محاصر بمجموعه ديال اللاعبين ديال لالا سيتي وعرقله يعني سقط في ارضيه الميدان احنا تقريبا دابا هذه الاجواء اللي دارت فيها المباراه غنوعدكم بان في اخر المباراه في اخر انتظرونا يعني في ربع ساعه الاخيره غادي نحاول نقدم لكم الاجواء ديال المباراه دابا الان غنحاول نقوموا بالتصوير ربما يكونوا في ظروف يعني بجوده تقنيه افضل بواسطه يعني الوسائل يعني التقنيه المتوفره من كاميرا ومن هذا غادي نحاولوا نقول لكم يعني صور اخرى من هذه المباراه هذه تبارك الله عليكم انتظرونا يعني بعد يعني حوالي يعني في ربع ساعه الاخيره ديال المباراه غادي نعاودوا اتصال يعني باش نشوفوا النتيجه سواء النتيجه ديال المباراه وكذلك الاجواء التي دارت فيها المقابله وتقييم المباراه بصفه عامه وكذلك سنقوم بالتصريحات يعني مع الاطر التقنيه والتدريب يعني والاطر يعني اللاعبين هذا تمريره خطيره من مهاجم ايسر الحارس كادي ارتكب خطا يعني ما تمكنش من الكره وخرج الكره للزاويه انا عينو معكم هذه الزاويه لانها خطيره ربما توج هذا المجهود اللي قام به لالا سيتي من الضغط منذ بدايه المباراه يعني اللاعب رقم المدافع رقم الايسر اللي هو ثلاثه مرر الكره خطيره ولكن اللاعبين يعني الكره مشات عاليه اذا ننتقل معكم يعني قلنا كما قلنا في ربع ساعه الاخيره باش نقول لكم نقربكم من الاجواء التي دارت فيها المباراه كذلك ناخذ التصريحات ديال نهايه المباراه تبارك الله عليكم الى اللقاء في النقل المباشر لمباراه لالا سيتي والنجم الساحل المباراه يعني الان في ربع ساعه الاخيره ديال كما وعدناكم نقوم بنقل اطوار نهايه المباراه على بعد حوالي ربع ساعة من نهاية المباراة باحتساب الوقت الإضافي اللي غادي يضيف الحكم اللي نحاولوا ما أمكن نقول لكم كأطوار نهاية المقابلة لارشي سيتي منتصر ب3-0 مسجل أهداف مهاجمي لارشي سيتي هدفين في الشوط الأول سجلهم كل من لاعب 6 واللاعب 7 اللي هو عميد الفريق الآن مهاجم خطير والهدف الرابع الان لفائده من لالا سيتي المسجل هو اللاعب اللي دخل دابا كان اللي قام يعني دخل يعني بعد التغيير اعتقد ولاعب صغير السن على ما يبدو لاعب صغير السن يسجل الهدف الرابع اذا الرباعيه حصه
ساحقه نهزم بها نجم الساحل، نجم الساحل اللي بدا المباراه منذ الشوط الاول يعني مدافع، ولكن بحكم الهجومات يعني المتتاليه لفريق نجم او نادي لاراس سيتي تمكن من تسجيل هدفين، كما قلت سجل اللاعب 6 واللاعب رقم 7 عميد الفريق. اما في الشوط كذلك اضاف هدفين كما كنلاحظوا، هدفين، الهدف الثاني سجلوا رقم 14 والهدف الان سجلوا لاعب يعني نشوفوا الرقم ديالو هو اللي كيزيدوا في وسط الملعب يعني هو، واعتقد نشوفوا الرقم ديالو هو رقم 19 هو اللاعب اللي سجل الهدف الرابع. لاراس سيتي كيقود المدرب حمزه او عفوا السولي، جلال السولي. اللقاء يقوده صلاح وفي بطولة التحكيم، يقول هو حكم الوسط وفي التحكيم كان جيد، أدار المقابلة باقتدار الحكم تمريس حكم الوفي. أما هجوم خطير من الجهة اليسرى، ولكن هناك شروط يعني حكم شرط. كنتبع معنا افتتاح دوري مونديالتو، هذا المونديالتو كيدير كينظمو مجلس امناء العرائش في المهجر بشراكه مع نادي لاراس سيتي. افتتاح الدوري يعني عرف تكريم مجموعه من الاطر الرياضيه بمدينه العرائش اللي ساهمت في كره القدم.